سيد باريش فتحت لي غرفة كأني ضيفتك، ما كان في داعي تتعذب هيك. أنسي أصلي أنت ضيفتي، مانك شوفيرة اليوم، ارتاحي. أول مرة بنام بمكان غير بيتنا، والله ما بعرف كيف رح ارتاح هون، ما بعرف. مو نايمة عند رفقاتك أبداً؟ بلا، عند جول، بس ما منحسبها، رفيقتي من زمان، حتى بيتها ورا بيتي. ومخيم المدرسة مثلاً؟ مخيم؟ لا، يعني حتى موافقة ماما أنه ضلني هون اليوم كان معجزة. وطبعاً مرض الأنسة نيسان هو السبب الأساسي. بصراحة كان ممكن تضلي بالسجن، هيك حسبيها. وهي إجا الأكل. أنا عندي موعد دواء، رح آخذ أغراضي وبدي أطلع غرفتي. مو بكير لسه؟ النوبات عم تتعبني كتير أصلي، صحتين وعافية، تصبحوا على خير. وأنت بخير. خليني أعلمك، تليفونك عم يرن، هي أمك. ألو ماما، كنت عم باكل أكل صيني كله عيدان ومدري كيف. كيف يعني أكل صيني؟ يهلت كنت خربطت الخطوط. ألو، أصلي بنتي. لا ماما، هي أنا. بنتي أنت منيحة؟ كيف المريضة؟ شو طمنيني. المريضة؟ إيه منيحة، أكلت ونامت. بنتي يلي على فراش الموت بده ياكل. ماما المرة ما نعم تموت، بس لما تجي النوبة بتحس إنها رح تموت. طيب منيح، لا تحكي هيك قدامها وكأنه حابة تموت المرة. أمي ما بصير تحكي مع مرافقة بالمشفى كل هالوقت. أختي لا طالعي صوت بالمشفى، ما بصير. إذا احتجتي شي بتحاكينا، تمام؟ الله يشفيها للمريضة. يلا سلام. تفضلي أمي. أوليلي، أخذتي الهاتف من إيدي وسكرتي؟ انتوا اكيد عم تخططوا لشي. ميتين، معقول يعني اصلي تكون تركت الشغل ورجعت للتاكسي؟ معقول كلكم عم تضحكوا علي؟ ماما لو صاير هيك شي كنت قبلت يعني؟ مزبوط. هي ما بعرف شو حكت، قال عيدان واكل صيني وما فهمت عليها شي ابدا. مو سهلة ماما، وضعهم كتير صعب هلأ. تعرفي انتي عزرائيل واقف جنبها، اكيد البنت انصدمت. لا سمح الله. أي. تشربوا كاسة شاي؟ ها؟ شو تشربوا شاي؟ أخي ميتن، فينا نشرب شاي مو هيك أخي؟ يلا أرزو، عملي لنا شاي. بس ليكي أختي، يرضى عليكي لا تعملي شاي مخمر من 25 سنة، اعملي شاي عادي. مزبوط، أرزو قومي معي ساعديني، لكن لنروح نعمل الشاي سوا، أحسن يعني لنصب الشاي. أنا كمان تعبت من القعدة. أنا ما بدي، صار جواتي كله شاي من كتر ما شربت بالكافيه، منعمله ومن خمره ومنرجع منشربه لحالنا. كنت عم قول تيتا مستحيل ضيع هالفرصة من إيدها. ما ضيعتها وعملت لي براسة. لا خلوني افتح تمي وسمعكم شي كلمة. اش، عقلي مشغول بأصلي أساساً. يا ترى ليش قالت لي هيك؟ قال عود وأكل صيني وما فهمت عليها شي والله. خدي بنتي. شو؟ ما فهمت، أصلي ضلت ببيت المدير يعني؟
الله يسامحك، معقول ما أعرف هيك قصة؟ بس يا بنت بقى، رح تسمعك أمي. إيه صح، بس أنا بس تجي رح ورجيها. يا ربي، هي هلأ عم بتقضي أهم ليلة بحياتها كلها وأنا رفيقتها المقربة ما بعتت لي حتى مسج واحد. لا عم تقضي أهم ليلة بحياتها ولا شي من هاد. قال في زبونة بالشركة عندها نوبة هلع مثل يلي بتجي لخالة إيتان، رح تنتبه لها وما في ولا أي شي تاني. شو دخلني؟ ومع هيك برأيي هالحادثة هي قنبلة، وبهالحادثة هي لازم الواحد يبعت رسالة ويخبر العالم المقربين منه. أنا بطلت مهمة، بطلت رفيقتها المقربة، أنا متأكدة. شو دخل هالشي فيكي أنتي؟ حتى تيو ما حكى معي. تفضلي. يعني حتى قهوتك غريبة أساساً، أكلكم كتير غريب كمان. والمدام نيسان بدها يعني ضلني معها وراحت نامت لحالها. وجودك بريح، لأنه بتتفقي فوراً مع الناس. صح، إلا كم حدا. لو قلتيلي شو صار ما كنا وصلنا لهون أبداً يا أسد الجبل. لو إنك وثقت فيني. بس أنا شوفيرة المحامي، معك حق. صح، ما بدي تشتغلي على التاكسي. بشتغل على التاكسي من قبل ما أعرفك، مو مشكلة. مو معقول شو عنيدي، تعرفي هالشي مو؟ أنا ربيت بعالم ما بتعرفه سيد باريش، مجبورة أكون هيك. إذا هيك احكي لي شوي. عن شو؟ قصتك أنت. أساساً كل شي كان بحماس كبير، خطوتها الأولى ومرضها الأول وأول مرة بتحكي. آه، تعرف شو أول كلمة قالتها؟ قالت أصلي؟ إيه؟ ومن وين إجا لقبك سراج الليل؟ من بابا، هو يلي كان ينادي لي سراج الليل لأنه كنت نور حياته بأصعب الأوقات. لهيك وكان ينادي ششيك نحلة لأنه كانت تحلي أصعب اللحظات. على فكرة ششيك بنت بتجنن، يعني شفنا الفيديو اللي بعتته، الواحد ما بيقدر ينسى ضحكته أبدا. لهيك استلمت قضيتها ورح أعمل كل شي بإيدي، لأنه حابب لقي للشخص يلي دعسه وعمل الحادث. بعتذر لأنه عانتك لهي الدرجة. أنا يلي بعتذر لأني ما وثقت فيكي، ما أنا كم دللي ولا شي. اوعك تهربي، راجع ما بطول.